دوس الجمهورية أسست شركة ألمانية عام 1955 في زمن الملك فيصل الثاني، واستمر العمل به لمدة سنتين إلى أن كمل عام 1957، وتم افتتاحه من قبل الملك فيصل، وكان حاضر الوصي عبد الإله ورئيس الوزراء نور السعيد، وأيضا كان معهم حاضر رئيس وزراء السودان يعني اللي يعني ما يحضرني اسمه في هذا عملية الافتتاح. بالتأكيد هذا كان المنطقة اللي موجودة، كانت تسمى قبل بناء هذا الجسر بشريعة الجواميس، لأنه غالبية الناس اللي كانت تجي هنا تجيب جواميس مالتها وتسبح بباب المنطقة بالجرف مالها، فكان العبور بواسطة ماطورات يعني قبل من هاي المنطقة إلى منطقة إلى صوب الكرخ بواسطة الماطورات. هذه المنطقة واللي هي جوهر بغداد وحضارة بغداد أضم هذا الجسر من جهة الرشيد ومن جهة أبو نعاس. منطقة العراقيين، كان تجمع العراقيين بالذات وتجمع الأجانب وكل السائحين في هذه المنطقة بالذات،